نرجع نقصوا معها بوتينا يا حبيبتي يعني حتى ليك حتى اذا كنا حلوه مع السلاب اللوز غنحتاجوا فيها 500 غرام دقيق 20 غرام زنجبيل محمر ومطحون 100 غرام ديال بودره اللوز ومعلقه صغيره ديال الخميره كيما وياك يا حبيبتي يعني تبارك الله عليك غادي نحتاجوا 10 غرام ديال النافع من طحون 10 غرام نافع مطحون 120 غرام ديال الزبده مذوبه 110 غرام زبده مذوبه 100 مليلتر ديال الزيت 100 مليلتر زيت تقريبا 120 مليلتر ديال ماء الزهر وقبيصة الملح ماء الزهر وملح بالنسبة للفرق غنحتاجو فيها 300 غرام ديال بودرة اللوز اها 100 غرام ديال السكر شحال بودرة اللوز 300 غرام 300 غرام معلقة صغيرة ديال القرفة معلقة صغيرة قرفة والبيض والبيضة والبيضة والزيت فاش غنقليو وفاش غنعسلوها حتى ديال الشكل ديال الشقلية او كريوش المهم في شي تاني غادي نجمعو المواد الجافة كاملة ونعملو شي كريز الوسط شحفيرة ونضيفو ليها المواد السائلة الزبدة والزيت والبيضة نخلطو الكل وحنا كنجمعو بالماء الزهر مندلكوهاش بزاف حتى تنسجم لينا كاع المكونات مع بعضياتهم تولي سكر تنقطعو كويرات ونفلميوها ونخليوها حتى تحت التلاجة نص ساعة تقريبا لوقيتها غادي نحضرو لافاس غادي نخلطو المطاطيس ديال الحشوة كاملة بيها حتى تنسجم غادي نسرحو العجين بغلوة باتيسري ونقطعو مربعات تقريبا 8 سنتيم في كل مربع شي اون بوغت بياس ونوضعو حليب من الحشوة ديال اللوز نديرو حليب رقيق ونعملو وسط هداك المربع ونرويو على شكل قطيع يكون رقيق تنجمعو الجنيبات ديالو بالبان باكاتو ولا شي منيكيت هكا تنديكوريو الحليوة صافي تنعملوها الزيت يكون سخيخن يكون ديجا سخون ولكن النار تكون متوسطة باش تعاود تخص الطيب من على برا ومن الداخل الزيت يكون ديجا ساخن سخون ولكن النار متوسطة تاي سخون ملي نحطوها هي نزلو العافية ديالو وتنعطيوها الوقت ديالو باش طيب من الداخل ملي تبقى تنغطسوها في العسل تدير دايرة بحال المذاق ديال مع النافع والقرفة تتجي بحال الشكل ديال الكريواش ولا ديال الشباكية الشكل كيكون مغاير ان شاء الله نجربوها لالا الله يطول عمرك شكرا لك بوتينا وتحية الناس ديال باريس